للحديث أكثر عن هذا المقال الذي نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، ينضم إلينا عبر تقنية سكايب المحلل السياسي دكتور نبيل كحلوش. أهلا وسهلا بك، جمعة مباركة. شكرا على الاستضافة، مرحبا بكم وبكل المشاهدين الكرام. أهلا بك. إذن وكالة الأنباء الجزائرية نشرت مقال تحت عنوان فرانس 24 خلق قناة الحتالة، ما هي قراءتك لهذا المقال وهذا الوصف بالتحديد؟ أولا الحتالة هي من بين الأوصاف التي كانت تطلق على الكثير من المستوطنين الفرنسيين والمستعمرين منذ القديم. فعلا فرنسا حينما دخلت في سنة 1830 إلى الجزائر، حتى المؤرخ الأمريكي جون رويدي في كتاب ألجيريا كونتري ستودي المتواجد في مكتبة الكونغرس الأمريكي يتكلم على أن المجتمع التقليدي الجزائري تم تدميره بالحثالات الفرنسيين وكذلك الذين أتت بهم من مالطا وباقي أوروبا. وعليه فأرى بأن هذا الوصف هو أحسن وصف، يعني حتى للصغار لابد أن يدرس بأنه فعلا وصف للحثالة وبأنهم فعلا تفكيرهم تفكير الحثالات. ولذلك فأرى أن وكالة الأنباء الجزائرية في حد ذاتها حينما تطرقت إلى هذا الوصف كان تتطرق إليه من باب المعطيات المتواجدة، كيف يمكن أن نصف وصف آخر وهم الذين ركزوا كما قيل على ولايتين فقط وكأنهم متواجدتين في المريخ، نيران لابد ألا تشتعل فيهما، في حين أنه 17 ولاية أخرى اشتعلت فيها كذلك النيران، وأكثر من ذلك أنها اشتعلت في وقت واحد ومتزامن. طبعا مقال الوكالة الجزائرية جاء ردا على المعالجة غير الموضوعية لقناة فرانس 24 لملف الحرائق. ربما لماذا تحاول هذه القناة في كل مرة خاصة في وقت الأزمات استهداف الجزائر بالاعتماد على أكاذيب وازدواجية في نقل الأخبار؟ هناك ازدواجية في نقل الأخبار بالطبع، لأن قناة فرانس 24 أو غيرها من هذه القنوات هي ليست مجرد قنوات إخبارية أستاذة نسرين، وإنما هي كذلك قنوات ذات مخابر، بمعنى أنها مراكز بحث ومراكز فكر وكذلك مخابر لصناعة السياسة الخارجية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا، إذا دققنا في المقال نجد بأن الجزائر قد تطرقت إلى سنة 2021 وقد رأينا كيف تم التعامل في سنة 2021 مع حرائق الجزائر آنذاك التي تزامنت مع الأزمة الوبائية التي راح ضحيتها آلاف الموتى رحمهم الله. إذن فإذا كانت قناة مثل هذه لم ترحم للموتى ولم يشفع لها حتى الضمير المهني ولا حتى الضمير الإنساني من دولة تدعي بأنها تناصر حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق الحشرات وغيرها، كيف يمكننا أن نتعامل معها مجددا؟ والحقيقة أن الذين لا يزالون يستقون معلوماتهم من مثل هذه القناة أو من مثل هذه المواخير الإعلامية في النهاية لا يزالون يقبعون خارج هامش التاريخ، خارج إطار التاريخ والجغرافيا على حد سواء. بالله عليك، منذ متى أصبح الإعلام الفرنسي أصلا مصدرا للمعلومة؟ فعلا فرنسا ناجحة في الوثائقيات العلمية أو في بعض الوثائقيات التاريخية وغيرها، ولكن فيما يخص الجانب السياسي صدقيني هي لا زالت تمارس المقاربات التقليدية نفسها، وحتى الأطفال الصغار قد تفطنوا لها ولم يعودوا أصلا يأبهون بترهاتها سواء الإعلامية أو السياسوية. والأمر الذي أستغرب له أستاذ نسرين هو كيف يحاول يعني الرئيس الفرنسي والحكومة الفرنسية كل مرة أن يتكلموا عن الجزائر بأنه رانا حابين نحسنوا العلاقات مع الجزائر وحابين التبادل الثقافي والسياسي والاقتصادي وباقي تلك السرديات، وللأسف حتى بعض المسؤولين في الجزائر ما زالهم يؤمنوا مثل هذه الخرافات، ودائما في كل مرة ترخصهم القنوات الإعلامية الفرنسية، والكثير من النخب الجزائرية ما زالهم يؤمنوا مثل هذه الترهات الفرنسية، نخب سواء ثقافية أو فنية أو نخبا سياسية لا زالت تصدق مثل هذه الترهات، وفي كل مرة تخرج القنوات الفرنسية وتهينهم بمثل هذا الشكل، بل تهين حتى موتى. طيب، في معالجتها لملف الحرائق قناة فرانس 24 بالرغم من وجود أكثر من 15 منطقة تضررت من الحرائق ركزت على منطقة معينة دون الولايات الأخرى كما أشار إليه المقال. دكتور نبيل، ما وراء ذلك؟ ما الهدف والغاية منه؟ ممتاز، والله سؤال ممتاز، وسأحاول أن أتجنب الفخ الذي يحاول الفرنسيون إيقاعنا فيه. أولا لابد أن نفهم بأن تركيبة مجتمعنا هي تركيبة قبلية عشائرية، حتى نكون واضحين، مثلنا مثل ليبيا مثل بعض دول المنطقة، وهذا راجع لأسباب تاريخية. فلذلك لما تكونت الدولة المعاصرة اللي تسمى الدولة القطرية أو الدولة الوطنية
هذه التركيبات القبلية والتركيبات العشائرية انضوت تحت دولة واحدة، عندها أجهزة مؤسساتية، عندها راية وطنية، عندها تاريخ مشترك، ولكن الذهنيات القبلية والعشائرية لا زالت متواجدة. هذه من منظور علم الاجتماع، ولكن من منظور السياسة كيف يمكن تفسير الأمر؟ استغلال وتوظيف واستخدام والاستثمار في مثل هذه الأمور الاجتماعية والقبلية المتواجدة بحكم الحتمية الإنسانية توظيفها سياسيا. يعني لما يركزوا على منطقتين على سبيل المثال، وأقصد راهم يقولوا على تيزي وسو الجاية، منطقتين مثلهم مثل تسمسيل، تندوف، أدرار، عادي جدا يعني في إطار دولة وطنية، ولكن لأن هناك اختلافات عن مناطق أخرى كما قلت عشائرية وقبلية، يتم اللعب على وتر الجهوية وعلى وتر القومية وعلى وتر العنصرية. ومن تلك المنطقة نفسها كاين أناس لا زالوا يؤمنون بهذه السرديات الفرنسية التافهة، يعني حتى باش نكونوا صريحين وما نكونوش عباد سطحيين، لو كان ما لقاوش تجاوب من مثل نعم بعض الناس سواء كانوا فنانين أو كانوا سياسيين أو كانوا إعلاميين، لو كان ما لقاوش منهم تجاوب وقابلية للعنصرية وقابلية للتقسيم والانفصال، لو كان فرنسا ما قدرت تدير أي شيء. وفعلا هذا هو الشيء اللي نعم استخدمته في وقت الاستعمار وتستخدمه في وقت التسعينات ولا زالت تحاول استخدامه اليوم. الشيء الذي تغير أنه اليوم الناس المعلومات تتداول فيما بينها بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، هذه من جهة، ومن جهة أنه الناس فاقت وفطنت، فطنت بأنه مثل هذه الألاعيب واللاعب على وتر المظلومية والأقلية وغيرها خلاص ماتت انتهت. بصح فرنسا ما زال ما تفكرش في هذا الأمر لأنه ما زالت عايشة فيما قبل سنة 2019. ما بعد 2019 الأمور تغيرت جذريا، طبعا الناس طبعا فهمت والناس فاقت. وحتى بعد 2021 بعد مقتل جمال بن إسماعيل الله يرحمه، هذاك الشاب اللي راح باش يطفي الحرائق، فتم قتله من طرف هؤلاء الشيطانيين المجرمين في طقوس أبشع ما يمكن تصورها. بعد 2021 الناس فهمت أيضا وفاقت بأن هناك لعبة يتم اللعب بها بين خونة الداخل وبين أعداء الخارج. ولكن السؤال هو المسؤولية تاعنا وشنو هي؟ هل يا ترى دائما نبقاو نرميو اللائمة على الفرنسيين ودائما اللائمة على الطرف الآخر الأجنبي الظلامي والشيطاني وغير ذلك، أم أيضا احنا عندنا مسؤولية؟ للأسف أقول لك بأن الإعلام الجزائري اليوم لم يستطع أن يواكب مثل هذه القنوات الدولية، لذلك أصبحت تؤثر على الرأي العام داخل الجزائر. ولكن طيب اليوم دكتور لابد أن نبيل، نعم كسؤال أخير ربما، كيف تقرأ العلاقات الجزائرية الفرنسية اليوم بعد التطورات الأخيرة، خاصة بعد الغموض الذي اكتنف في الزيارة التي كانت مبرمجة لرئيس بون إلى فرنسا بعد مقتل الشاب نائل، اليوم التجاوزات الأخيرة التي قامت بها قناة فرانس 24 هي القناة التابعة لمجمع فرانس ميديا موند العمومية الذي يشرف على وسائل الإعلام السبعية البصرية الخارجية لفرنسا. قبل أن أجيب على هذا السؤال لابد أن أعود إلى ما كنت أقوله، ما نقدرش نبقى نلوم باختصار فقط فقط دكتور نبيل باختصار. بدون أن نتكلم عن المستوى الذي لابد أن يطلع به إعلامنا في حدته بالأخص العمومي في الحرب الإعلامية. علميا نحن في حرب إعلامية تستخدم فيها الحروب النفسية. ما قالته وكالة الأنباء الجزائرية هو تحصيل حاصل لأمور ما راهيش جديدة، هي أمور قديمة جدا، ولكن لابد أن نتفطن. هل يا ترى إعلامنا يستطيع أن يواكب الحدث أم لا؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية واللي هي هامة جدا، نحن تكلمنا من قبل عن زيارة مرتقبة لزيارة دولة، مش فقط زيارة رئيس، زيارة دولة لفرنسا. ولكن زيارة الدولة تلك توجهت نحو البرتغال، توجهت نحو روسيا، توجهت نحو الصين، الصين، توجهت نحو تركيا. تركيا. نعم، نعم. الآن لماذا لحد الآن لا يزال الغموض يلف هذه الزيارة نحو فرنسا؟ ببساطة لأنه إعلامها هو اللي راه يجيب لها في المشاكل، وماشي إعلام خاص، للأسف هو إعلام عمومي، هو عمومي. إعلام رسمي. لذلك قلت أن الإعلام الرسمي تاعنا أيضا لابد أن يواكب مثل هذا الصراع، ما يبقاوش دائما في منطق ردود الفعل. راح نقدم لك مثال، وكالة الأنباء تكلمت عن مقتل نائل، أنا نقول لك لماذا تطرقت إلى مقتل نائل؟ لأنه الجزائر ما كانش منتظر منها أنها تصدر بيان حول مقتل راعية من أصول جزائرية لا يحمل جنسية جزائرية. هذه لم تكن منتظرة من طرف الفرنسيين، لذلك خرج وزير الداخلية وخرجت حتى وزير الخارجية أيضا الفرنسية وتكلموا حتى الكثير من المسؤولين الفرنسيين بأنه اللي غاضوا الحال على الجالية تاعو يعاود يرجعهم للبلاد.
إذا أنا أرى بأنه تحاول فرنسا أنها تجعل الجزائر تدفع ثمن مواقفها، وبالأخص لما كان البيان تاعها استباقي كما قلنا من قبل وكان مواكب للحدث. ولكن دائما أقول وأعيد، نحن نتكلم علميا مش سياسويا. علميا هناك جيل خامس من الحروب عنده وسائل معينة تاعه، والإعلام قد تطور في وسائله وكذلك في استراتيجياته، وعليه فلا بد لإعلامنا أنه يواكب هذا الحدث، يكونوا خبراء نفسيين موازين، يعني خبراء نفسيين أقول، كما يعمل الغير، كما يعمل الأشخاص أو نظرائنا على كل حال في الدول الأخرى، يعني بالأخص الدول الغربية، خبراء نفسيين وخبراء اجتماعيين يعملون داخل قلب المنظمات الإعلامية وداخل المجمعات الإعلامية ووسائل الإعلامية حتى يستطيعون صياغة استراتيجيات للمجابهة. طيب دكتور نبيل، لو فقط تقدم لنا قراءة حول العلاقات الجزائرية الفرنسية بعد كل هذه التطورات الحاصلة في الفترة الأخيرة. ممتاز، سؤال ممتاز. على كل حال العلاقات لا زال يلفها الكثير من الغموض، ولكن أعتقد بأنه الزيارة المرتقبة إلى فرنسا قد تتعطل. اثنين، كما قيل بأنه حتى فرنسا قد لا تفتح مكتبها في الجزائر على الأقل في المدى القريب. ثالثا، وهذه نقطة هامة، أرى بأن الجزائر سوف تمضي قدما في استراتيجيتها نحو افريقيا. يعني ركزوا في البيان تاع وكاله الانباء في اخر الجمل الاخيره او الفقرات الاخيره، تكلمت وكانها تتكلم باسم افريقيا كلها، لان الجزائر قدمت واحد الانموذج على قناه اعلاميه كانت تنشط في رواندا، ورواندا شفنا مليح الازمه اللي كانت حدثت لها ما بين التوتسي وبين القبيله الاخرى، وشفنا مليح العنصريه اللي قامت داخل رواندا ومئات الالاف من القتلى وغيرها. والجزائر اذا لما قدمت مثل هذا المثال حبت تضرب مثل بانه اليوم لن نتكلم باسم الجزائر فحسب، ولكن نحن نمثل افريقيا ككل. هذا استجابه لحتميتنا الجيوبوليتيكيه بالدرجه الاولى، بالاضافه ايضا الى نقطه هامه يمكننا ان نستشرفها، انه البيان تاع وكاله الانباء زائد الحملات اللي قامت بها فرنسا هي تعتبر من مخرجات الأزمة اللي راهي حصلت في النيجر، لأنه ببساطة راح نشوفه في الأيام القليلة القادمة صداما سياسيا أو على الأقل من ناحية دبلوماسية ما بين التوجه الجزائري والتوجه الفرنسي فيما يحصل في النيجر. نعم، شكرا لك دكتور نبيل كحروش المحلل السياسي، كنت معنا عبر تقنية سكايب في هذه الساعة الإخبارية.